سائل يقول: أسلمت منذ 4 سنوات وأنا متعاقد في هيئة الدفاع المدني لمدة 10 سنوات، أحصل بعدها على منحة. أمضيت لحد الآن 7 سنوات ونصف، وهذه الهيئة تمنعني من توفير اللحية، كما لا يمكنني أداء الصلاة في المسجد. السؤال: هل يجوز لي الاستمرار في هذا العمل وقد بقيت 2 سنوات ونصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تجيبهم إلى حلق اللحية، لأن هذا معصية، وهم ليس لهم مصلحة، والعمل ليس له مصلحة من حلق اللحية، إلا أنهم يبغضون السنة، فأنت لا تجيبهم إلى هذا. العمل سيؤدى بتمامه إن شاء الله، ولا للحية وجودها وعدمها دخل في هذا الشيء. فلو كان إبقاء اللحية يضر بالعمل لقلنا اطلب عملا آخر، لكن بقاء اللحية وإعفاؤها والعمل بالسنة يعينك على العمل ولا ينقص من العمل شيئا، إنما هذا هوى من بعض الموظفين أو بعض فبإمكانك أنك تتصل بمن هو أعلى منه من المسؤولين وتخبره بهذا الأمر، وهو يمنعه من هذا التصرف ومن هذه الغطرسة التي ليس للعمل فيها دخل ولا مصلحة. فإذا كان هو مصر على هذا فترفع الأمر إلى من هو فوقه، إلى المسؤول الذي فوقه، حتى يأخذ على يده. وأما الصلاة إذا كان العمل يتطلب حضورك، ولو ذهبت للصلاة مع الجماعة في المسجد يؤثر هذا على العمل، صل في مكان العمل، هذا رخصة لك. كل إنسان استأجر لعمل وهذا العمل يفوت، لو راح يفوت أو يختل، يكون هذا عذر لك في أن تصلي في مكان العمل. الحمد لله. نعم.